صدقوني أنا شاعر كل الشعور بمدى ثقل المسؤولية الملقاة علي وبمدى صعوبة هذه المهمة. كيف لا ومنذ أزيد من 5 أشهر المواطن الجزائري ما فاتئ ينادي بعدالة مستقلة، ينادي بعدالة مقتدرة، ينادي بعدالة في مستوى المهمة أو في مستوى المهام المنوطة بها دستوريا. فالمواطن الجزائري اليوم عندما يطالب بهذا ففي الحقيقة لم يخرج عن حيز الحقوق المضمونة له دستوريا والمكفولة له بموجب قوانين الجمهورية. كيف لا والحق في اللجوء إلى القضاء، الحق في التقاضي، الحق في محاكمة عادلة، هذه حقوق كلها مكرسة ومضمونة دستوريا.